اهلا بحضراتكم اعزائي مشاهدي الوطن. غرامة وحرمان من جميع الخدمات لو ابنك تغيب عن المدرسة، او بمعنى ادق لو ابنك انقطع عن المدرسة. ده تفاصيل مشروع قانون جديد اصدرته الحكومة او وافق عليه مجلس الوزراء لمحاولة لمنع التسرب من التعليم. المشروع القانون بيقول ايه؟ بيقول ان لو ابنك او بنتك تغيبوا عن المدرسة لفترة من الوقت، انت بيتم توقيع عقوبة عليك، توقيع عقوبة على ولي الامر بسبب تغيب الابن عن المدرسة. هذه العقوبة عبارة عن غرامة من 500 جنيه الى 1000 جنيه. طيب الابن تغيب عن المدرسة لفترة من الوقت و تم توقيع العقوبة. العقوبة في عملية تدرج في توقيع العقوبة وفقا لمشروع القانون اللي قدمته او اللي وافقت عليه الحكومة. ايه التدرج ده؟ ان في البداية بيتم ارسال انذار لولي الامر، بيتم شرح سبب غياب الابن، ليه الابن غاب، وان المفروض ولي الامر يرد خلال اسبوع من توجيه هذا الانذار. في حالة عدم الرد او الرد باسباب غير مقبوله بيتم توقيع العقوبه عليه. والحكومه قالت ان هذا التعديل على قانون التعليم، هذا التعديل الجديد بيهدف الى منع التسرب من التعليم. زي ما بقول لحضراتكم بيتم توقيع عقوبه ماليه او غرامه على والد الطفل او من يتولى امره لو الطالب او الطالبه غاب عن المدرسه بعذر غير مقبول. بتكون العقوبة من 500 إلى 1000 جنيه. الهدف من كده إيه؟ الهدف من كده هو مواجهة التسريب من التعليم وفقا للتعديل الجديد اللي أجرته الحكومة. بيتم توجيه الإنذار للأب أو ولي الأمر، ومن المفترض أن يتم الرد خلال أسبوع من توجيه الإنذار أو توجيه الخطاب. ومشروع القانون بالمناسبة ما عملش عقوبة واحدة اللي هي الغرامة من 500 إلى 1000 جنيه، لكن هناك يعني عقوبات أخرى متدرجة بتصل إلى حرمان كمان من الخدمات التي تقدمها الحكومة، حرمان أولياء الأمور أو مواطنين من الخدمات في حالة الانقطاع المستمر بقى. يعني معانا للتعليق على هذا التعديل الجديد اللي قدمته او اللي وافقت عليه الحكومة بالامس النائبة يسرى أباظة عضو لجنة التعليم في مجلس الشيوخ. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. يعني تابعنا جميعا مشروع القانون الجديد اللي اعدته الحكومة واللي بيحاول انه يحد او يمنع من التسرب من التعليم، وبيفرض غرامة قدرها يصل الى 1000 جنيه في حالة انقطاع الطالب أو الطالبة عن المدرسة. رأي حضرتك في هذا التعديل وفي هذه الغرامة؟ بس القرار الحكومة القرار مش يعني ان القرار ده بيعالج. عفوا يا فندم، صوت كنت بسأل حضرتك عن الرأي في هذا التعديل والعقوبة أو الغرامة الجديدة. حضرتك سامعني؟ أنا صوت سيء جدا. كده واضح، كده كده الصوت واضح. في ال نظري الشق الأول إن هو يعالج التسرب من التعليم، حد انه هيطبق، لان حضرتك في كتير عن التصرف من التعليم وعايزه تخلي كل الناس تتعلم. كمان في جزئيه ثانيه بالنسبه لي تطبيق الغرامه، اذا كان الوزاره مش قادره تطبق الغرامه بتاعت عدم دفع المصروفات بتسليم الكتب، فانا هطبق له غرامه ثانيه. هطبق له غرامه ثانيه ازاي؟ ايه الاليه بتاعتي ان انا اطبق الغرامه؟ لكن هو قانون انا اطبقه مدرسة لازم اعمل له بيئة جاهزة مدرسة، او اعمل له اطبقها ازاي؟ ايه الاليات اللي الحكومة هتطبقها والوزارة هتطبقها على هنا؟ حضرتك بتتكلمي عن اليات تطبيق الغرامة. ايضا القانون في جزء بيتعلق بيه
الحرمان من الخدمات المقدمة لولي الأمر، الخدمات اللي بتقدمها الدولة في حالة استمرار الانقطاع وبعد يعني توجيه الإنذار وتوقيع الغرامة الأولى. رأي حضرتك في مسألة الحرمان من الخدمات؟ هو ده بقى الحقيقة، يعني من أحد الحاجات اللي واضح إن الشبكة فيها مشكلة أو حاجة. ألو أيوة سامعين حضرتك. حضرتك، حضرتك هو طبعا قرار عملية، قرار ممتاز، لأن إحنا للأسف ما بنطبقش عايش حاجة إلا لما تكون كرامة، يعني لما الدولة تسيب للناس حرية الاختيار إن هي تتصرف يعني ببطء الاستهتار شوية. أول ما بيقولوا إن في غرامة فالناس تبدأ ده طبعا شكرا لك إن الناس الأول الناس خوف عليهم، طبعا الناس كانت رافضة الأول، أول ما قالوا غرامة في الناس مش هتدخل الناس بدأت تتصعب وقالوا إن الصفائيين ما فيهوش أي يعني أكثر من نص ساعة، فالغرامة حاجة ضرورية جدا. إذا كنا عايزين نعمل منظومة للأسف نحط غرامة. يعني حضرتك بتأيدي فكرة الغرامة، لكن لا يزال السؤال عن آليات تطبيق هذه الغرامة. النائبة يسرى أباظة بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني هذا هو التفاصيل المشروع القانون الجديد اللي أعدته الحكومة ووافق عليه مجلس الوزراء، ومن المقرر طبعا مناقشته داخل مجلسي النواب والشيوخ. ببساطة ومرة تانية، لو ابنك أو بنتك ما راحوش المدرسة، انقطعوا عن الذهاب إلى المدرسة، تغيبوا لفترة من الوقت، اللي هيحصل وفقا للتعديل الجديد هيتم توجيه خطاب أو إنذار للمنزل عندك، اتباعت على البيت إن ابنك انقطع عن المدرسة. خلال أسبوع مفروض حضرتك بترد كولي أمر لهذا الطالب، وفي حالة عدم الرد أو تقديم عذر غير مقبول هيتم توقيع غرامة على حضرتك كولي أمر أو كولية أمر للطالب، قدرها من 500 إلى 1000 جنيه. طيب تم توقيع العقوبة للمرة الأولى والطالب انقطع تاني أو تغيب تاني ما راحش مدرسته تاني، في هذه الحالة بيتم التدرج في العقوبة والانتقال إلى عقوبة يعني أشد، وهي تعليق استفادة أولياء الأمور من الخدمات اللي بتقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال، وكمان الجهات اللي بتؤدي خدمات مرافق عامة لحد ما الطفل يرجع إلى مدرسته وينتظم. إيه الهدف من الغرامة أو الهدف من تعليق الخدمات العامة؟ الخدمات زي إيه؟ زي نتكلم عن خدمات تتعلق بالسجل المدني، التموين، الخدمات العامة، المرافق العامة، كل أشكال الخدمات اللي موجودة في الدولة. الهدف من كده هو مواجهة التسريب من التعليم، وأيضا تحفيز أولياء الأمور على إن الطالب يفضل في مدرسته ويكمل تعليمه ولا ينقطع عن التعليم. الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رحب بهذا القرار وقال إن هذا التعديل الجديد، هو بصفته وزيرا للتعليم يرى إن هذا التعديل الجديد هيحد بالفعل من التسرب من التعليم وهيواجه أزمة التسرب من التعليم، ويعني هيجبر، أو خلينا نستخدم مصطلح غير هيجبر، يعني هيحفز أولياء الأمور على إن أولادهم من الأبناء والفتيات أن يلتزموا بالذهاب إلى المدرسة والحضور في المدرسة. وحقيقة نتمنى هذا يحدث في جميع مدارسنا على مستوى مصر، أن نشهد التزاما في الحضور ومواظبة على الذهاب إلى المدرسة. يبقى إذن تعديل جديد الحكومة قدمته، غرامة من 500 إلى 1000 جنيه لو ابنك انقطع عن الذهاب إلى المدرسة، وفي حالة التكرار أو في حالة الاستمرار يتم تعليق الخدمات اللي حضرتك بتحصل عليها، الخدمات اللي بتقدمها الدولة. هذا التعديل هيروح بالتأكيد لمجلس النواب وهيتم مناقشته خلال الفترة القادمة. هنتابع مع حضراتكم كل التفاصيل الجديدة خلال يعني الأيام القادمة، وهنستقبل أيضا تعليقاتكم، يعني ابعتوا لنا وقولوا لنا رأيكم إيه في القرار، هل أنت مع
توقيع هذه الغرامة؟ هل أنت مع تعليق الخدمات في حالة امتناع الطلاب عن الذهاب للمدرسة؟ هل بتشايف إن هي المفروض تبقى العقوبة أكتر من كده؟ يعني قول لنا رأيك وقول لنا تعليقك على هذا القرار الجديد، وبالتأكيد هنقراه ونهتم بيه وهنجاوب عليه وعلى قضايا أخرى في متابعات جديدة أخرى. نشكر حضراتكم، شكرا جزيلا.